ألف مبروك يا هايدي، خلاص عملنا محضر تصالح مع البنك وطلبنا فتح القضية من الأول بعد ما روان مرجع 25 مليون دولار. فاضل شوية إجراءات بسيطة جدا وهتاخدي البراءة إن شاء الله. ألف مبروك يا هايدي يا حبيبتي. أنتوا بتهزروا صح؟ أنا مش قادرة أصدق اللي أنتوا بتقولوه. والله العظيم بتكلم بجد مش هزار. هايدي رجعت لينا، مصر اليوم في عيد. طب علاء فين؟ مش هو كان معاكم؟ علاء كان جاي بس جاله إخفار إن في ثلاث جرايم قتل مع بعض، رزقه فرح جري راح بقى وجاي بعد كده على طول. يا جماعة أنا مش قادرة أصدق، أنا مش قادرة أستوعب، يعني دلوقتي بريئة يا بابي مش كده؟ طبعا روحي بريئة، مليون بريئة كمان. حبيبي ألف مبروك. الحمد لله.